بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من ذرية إبراهيم ومن زرع إسماعيل ومن خير أمة أخرجت للناس أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أحمد الله سبحانه وتعالى الذي أحل لنا الزواج وشرعه وحرم علينا السفاح ومنعه، فقال في كتابه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. والنبي صلى الله عليه وسلم حث الشباب على الزواج فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم خاطب أهل الزوجة فقال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه زوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. نحييكم جميعا بتحية الإسلام العظيم، ونقول: حي الله هذه الوجوه الطيبة النيرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا في مستقر رحمته يا رب العالمين. أهالي عجول الكرام وأهالي بواطن خاصة، جئناكم بهذه الجاهة الكريمة المتواضعة التي تليق بمقامكم ومقامكم أعلى من ذلك، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق فيما بيننا. جئنا بهذه الجاهة الكريمة من رمون مع الشاب المحترم ثابت صالح، مصطفى صالح ثبت. طبعا قد سبق وطلبنا يد ابنتكم حنين، واليوم جئنا لكي نكمل مراسم خطبة ابنتنا وابنتكم حنين على كتاب الله ورسوله، لكي نشهر هذه الخطبة بيننا جميعا على سنة الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. جئناكم مع هذا الشاب المحترم من أهل رمون، من أقربائه وأخواله وأعمامه وأنسبائه، لكي نتمم كما قلنا سابقا هذه المراسم. فنسأل الله سبحانه وتعالى منكم الإجابة والقبول على هذه الخطبة، وأنتم أهل الشرف والكرم، نسأل الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أخونا أبو أنس حكى كلام ووفى بما قال، وإحنا نختصر عليكم. إحنا طبعاً أعطناكم مسبقاً، وإحنا اليوم بهذه الجاهة أهل رمون وأهل الطيرة طبعاً الكرام، الجاهة المرافقة لكم، وإحنا أهل عجول ذال جميعاً نقولكم أهلاً وسهلاً فيكم، وإن شاء الله نتمم هذا الفرح اليوم وغداً يتم هذا الحرس. وما يسعنا أن نقول: بارك الله لكما وبارك عليهما وجمع بينهما على خير، ونتمنى لهم بالتوفيق إن شاء الله، وألف مبروك. جزاكم الله خيرا إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ينزل عليهم الخير صبا، وألا يجعل عيشهم كدا، وأن يقيهم شر الزيد والضلال والفساد وشر العباد يا رب العالمين، وأن يؤلف بين قلبيهما كما ألف بين قلبي آدم وحواء، وينشر منهما الذرية الصالحة إن شاء الله.
شاء الله يكون حسن ظنكم للجميع لنا وإلكم إن شاء الله. ولولا أنه أهل يعني الكلام والله لن أتكلم، وإحنا أهل الأمانة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على التوفيق إن شاء الله. الفاتحة يا جماعة.